قبائل سنحان تعلن البيان رقم 1 ضد جماعة الحوثيين. لنشاهد التفاصيل. أعلنت قبيلة سنحان التابعة لمحافظة صنعاء والتي ينتمي إليها الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح البيان رقم 1 والذي ترفض فيه القبيلة تدخل الجماعة الحوثية السافر في شؤون القبيلة. وقالت مصادر قبلية اليوم أن اجتماعا قبليا ترأسه مشايخ وأعيان قبيلة سنحان في قرية رهم السفلى والذي طالب فيه مشايخ القبيلة جماعة الحوثية بالحد من التدخل في شؤون القبيلة بعد تعيين الحوثيين وفرض مشايخ في القبيلة دون الرجوع إليهم. وأضافت المصادر أن قبيلة سنحان أعلنت رفض أي شيخ مفروض على أبناء القبيلة كون ذلك مخالف للعادات والتقاليد في القبيلة والتي يتم فيها اختيار مشايخ القبيلة وفقا لتزكية الغرامة والتي تعني الذكور من أبناء القبيلة القادرين على حمل السلاح. وأكدت المصادر أن قبيلة سنحان لا يوجد لديها مسمى شيخ ضمان كما في بعض القبائل اليمنية الأخرى بعد تعيين جماعة الحوثية لعبد القادر الشاوش كشيخ ضمان لقبيلة سنحان وإصدار الحوثيين وثائق رسمية بذلك صادرة من مصلحة شؤون القبائل ولمشايخ آخرين تم فرضهم بالقوة. ورفض البيان الصادر عن مشايخ وأعيان قبيلة سنحان والذي حصل المشهد اليمني على صورة منها رفض الممارسات العنصرية التي تمارسها الجماعة الحوثية بحق أبناء القبيلة في إشارة إلى تعيين القيادات من الطبقة السلالية فقط دون أبناء القبائل والذين يجزون بهم فقط في جبهات القتال. فضلا وليس أمرا لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها.